من عظماء الإسلام سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. هو عثمان بن عفان ابن أبي العاص الأموي القرشي، يكنى بأبي عبد الله ويلقب بذي النورين لأنه تزوج من ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم، السيدة رقية، وبعد وفاتها تزوج أختها السيدة أم كلثوم. ولد بمكة المكرمة وقيل بالطائف بعد عام الفيل بست سنين. أسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دعاه أبو بكر للإسلام، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة ومن السابقين إلى الإسلام. صلى إلى القبلتين وهاجر الهجرتين، الأولى إلى أرض الحبشة والثانية إلى المدينة المنورة، وهو أحد كتاب الوحي، شهد المشاهد كلها إلا غزوة بدر. كان رضي الله عنه شديد الحياء، شديد الخوف من عذاب الله تعالى، كثير البذل في سبيل الله، ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يثق به ويحبه ويكرمه لحيائه وأخلاقه وحسن عشرته، وما كان يبذله من المال لنصرة المسلمين والذين آمنوا بالله. تولى الخلافة وبويع بعد الشورى التي تمت بعد وفاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة 24 للهجرة، وعمره 70 سنة، وقد استمرت خلافته نحو 12 عاما. تم في عهده جمع القرآن وجمع الناس على المصحف الذي بدأ بجمعه أبو بكر رضي الله عنه، ووزعه على الأمصار، وعمل توسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي، وفتحت في عهده عدد من البلدان، وتوسعت الدولة الإسلامية. فمن البلدان التي فتحت في أيام خلافته أرمينيا وخراسان وقبرص وطبرستان والقوقاز وغيرها، وقد أنشأ أول أسطول بحري إسلامي لحماية الشواطئ الإسلامية، وهو أول من اتخذ الشرطة وأول من اتخذ دارا للقضاء بين الناس. في النصف الثاني من خلافته التي استمرت لمدة 12 سنة ظهرت أحداث الفتنة التي أدت إلى اغتياله، حيث قام عليه ثوار جمعهم عبد الله بن سبأ اليهودي الذي تظاهر بالإسلام بحجة أن عثمان رضي الله تعالى عنه يعين أقاربه في الحكم، فقتلوه وهو يقرأ القرآن في بيته يوم الجمعة الموافق 18 من شهر ذي الحجة سنة 35 للهجرة، وكان عمره 82 سنة. دفن بالبقيع بالمدينة المنورة رضي الله تعالى عنه، وألحقنا به مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ولا تنسوا الإجابة على أسئلة المسابقة أسفل الفيديو. نراكم على خير.